لعله يكون آخر المحافظين على مهنته التي اكتسبها بالوراثة عن آبائه وأجداده. الحدادة مهنة يعني قديمة حرفية، مهنة آباء عن أجداد ورثناها عن أجدادنا وآبائنا، لهذا نطالب الحكومة أن تدعم هذه المهنة. أكرم واحد من شباب المحافظة الذين لم تساعدهم الظروف في الحصول على وظيفة تناسب تخصصه الدراسي. على ألسنة اللهب الخارج من هذه النافذة يجيد هذا الشاب الحرفي تفاصيل مهنته المعتمدة على الأدوات اليدوية رغم ما فيها من مشقة. يبقى الحداد الشاب المحافظ على مهنته الحرفية التقليدية من خلال ورشته المتواضعة نموذجا للعامل المخلص والحريص على حمايتها من الاندثار. هذه طرق يعني طرق بدائية قديمة تعتمد على 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 طرق الحديد حتى يلين. اعتاد أكرم على مزاولة عمله اليومي هنا رغم توفر البدائل العصرية الحديثة التي كانت سببا في غياب الكثير من المهن التقليدية، ومع ذلك يمر أحيانا الحداد الشاب بمراحل من الركود ليبدو الترقب والتعب الواضحين على ملامحه وهو يجلس في هذا المكان متحديا الزمن بمهنته التي لم تعد رائجة كما كانت، لكن كل ذلك يبقي الأمل متقدا في نفسه. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبيان.